منتخب ترو جيمينج في مباراة مصيرية ضد الكمبيوتر، ضحوا بحياتهم وصحتهم عشان يتدربون لمدة 25 دقيقة ويرفعون اسم ترو جيمينج عالي. هل يقدرون يتغلبون على المصاعب ويحققون المعجزة؟ منتخب ترو جيمينج ضد الكمبيوتر تبدأ الآن. يا شباب لازم نقطف الحين ثمار التدريب حقنا، بيضوها يا شباب. ما عليك، ما 3-0 5-0 بس يا ليت واحد. طيب خليك اوبتيمستيك يا عمي. لازم بنالوج، مش لازم يلا شباب. شلون لازم يناول نفسه؟ اها ابا الاحمر حجم بس هذا جول. حارس قدام، ايش الحارس هذا؟ وين التدريب؟ تونا دقيقة اثنين. ايش صار؟ انا خربته الكورتين. طع طع عاد عاد شباب. جيب يناول لهم، نعطيهم كذا يتحمسون شوي بعدين احنا ناخذ. احنا يلا قاعد نحمس. ما عليك ما عليك، كلكم على اللاعب اللي مع الكورة شباب، خطة المدرسة. ايوه شباب كلنا هجوم. يلا اصفر كلنا هجوم. ما حد دقت كابتن ماجد. مين الاصفر؟ انت نواف؟ لا مو انا. ايش تسوي فهد؟ نظام كابتن ماجد ما ينفع. اصفر انت بعد اخي، هد اللعب سهل. فهد لا مو انا، مو انا الا انت. لا لا انا بس انقهرت من فهد يا اخي. شو اللعب ذا؟ وخر بشوت. اوه لا انا وين؟ بيرفع. هي بس عندي يلا هجم مرتده مرتده. يلا يلا روح روح خذ احمر اصفر قصد روح حطها. ايش وين تشوت؟ مو كابتن ماجد. قلت لك مو كابتن ماجد نلعب. انا قلت احمر الاحمر. يلا شوت شوت. ابك انت مناول لك. خيبت ظني والله. بنيت هجمه مرتده ممتازه. مين ذا اللي قاعد قدام هذا؟ لا حول. من الازرق واحد كان متكي هناك عند الحارس. هو الاصفر قبل شوي. لا حطه فيني انا بعيد. يلا يلا احمر احمر. كنت معدي الجول اخي. ما عندي نستلم كوره. قطعتها مرتده. ايش قاعد تسوي؟ ناول كانت مرتده والله. هم ضربوني يعني. كنت عندك مرتده. اخافوا من المرتده فضربوني. شوف الدرعمه. شوف شوف هذا اللي كسرته قبل شوي. حاقد حاقد. شوف امريكيه وهايط بعد. يهاوش ولا تعلق في اللعبه كذا؟ لا لا تعلقت. سوي شيء. ناول ارفع عليه بشوته قدام. بيعطي الحارس الثاني. والله يلا شباب فرصتكم. ما عليك ما عليك، هنا جاي. عندي 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 برا. لنا 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 لنا. عندي عندي لاوت. عندي اكس. مين احمر؟ مين هنا؟ طب خذها انت، خذ الاصفر. يلا ليه تركته؟ عطني انذار اول. ايش انذار؟ قلت خذ احمر. هو يموع عشان الكمبيوتر. يموع الكمبيوتر معيموع عليه. شوف احنا بوزيشن اقل. لا معناته ما عدينا زين. لا لا ما له دخل بوزيشن هذا حق برشلونه. ذا وش بوزيشن حق برشلونه؟ ايه هم اللي يحبون بوزيشن. لا ايه ياخذون بوزيشن ويخسرون المباراه. اهم شيء بوزيشن. والله خوش قطه خوش قطه. لا يا عبد الله قاتل هجمات. لا احد يعطي الكوره. والله قطه. مين انت؟ حاولت والله. ايش تحت رجلي؟ جت عند رجلي. سوبر كلاس. تروح لانت مو تجيك. حرفيا قاعد اركض وراها. ما قدر يلحق. ما عليكم شباب. يلا يلا يلا. لا لا في في مساحه في مساحه. يلا افتح افتح معي اصفر افتح. يا جاسد محمد الفاتح. انا مكتوب فتح محمد. عبد الله دائما يضيع عندي. ورا ورا سلم سلم. ليه ما طبيت؟ واحد غلط اللي يشوف. مو اللي يشوت لا لا اول شيء يطب والاحمر. الا الا يشوت. الله احمر هاي شكله. نواف هذا زر لا تستخدمه. يا لعلي تحمست شوي. بسام نواف صاير مره. اوف فوق فاول. حلو مين بيشوت؟ يا رب واحد يعرف يلعب. عندي اخذ. اوبا عبد الله. نص نص ربع ربع تعبي. ربع العداد. طالع هنا ولا هنا؟ لف يمين لف يمين شوي. لف يمين برجع ورا. يسار وخر وخر يسار بعد يسار حبه. ناول ربع. اطالع هنا. ايه ايه ربع ولا هنا؟ لا لا هنا هنا هنا. ايه ربع. ابو الربع اللي ثاني كان خفيف. لا زعلان بعد قال لي شديت حيلي. المربع كان حساس بزياده. كاس الخط المصور اللي ورا الجول. لا مو هذا عبد الله. لا تعطيه مو عبد الله. لا لا يلا واحد شوت 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 شوت. ما في ممكن حرفيا بين اربع يعطيني. خذ شوت اللاعب والكوره وكل شيء عسى بس تجينا هجمه. يستوعبون لما ذاك المربع اني ابغى شوت. يا سلام عليك. بس هي شوف. يا سلام. رفع يو. ليش صار تسلل من الاصفر؟ لا تتحمس لا تدخل كذا داخل جوا اصلا. زي تمشى عند الحارس داخل جوا مره. ما تخوني الكره هذه حقتكم. لازم ما تعدي لعيبه الفريق اللي ضدك. خليك وراهم. اوكي
سوالي مصيده تتسلل. ايه والله ما سوى فيك مصيده. مصيده نفسك. مصيده نفسك. ادري تصيد نفسك بنفسك. والله انت راح تتكلم. قاتل هجمات. لا لا صدى الحارس صدى. اخرس خالص. هذا معي. كبداية أدينا الذهاب وياك هي الذهاب وياك هذا الذهاب قاتل هجمات قاتل هجمات أنت اللي ما تعرف تناول أنا اللي ينتظرني فهد طول الجيم لما يصير عندي أربعة يقولون خذ عبد الله نبي تيكتاك يا شباب كل واحد يناول على طول كيف يعني تيكتاك يعني زي برشلونة على طول تناول ما توقف عرفت هذا خطتهم اسمها تيكتاك تيكتاكا تيكتاكا شوف على طول على طول تناول على طول وترجع للثاني وتناول وتناول يا سلام كيتكات عبد الله قولك والله يا سلام عبد الله اخيرا شفت ضغط لانه جاتني في مكان كويس ما عندي لاعبين ثانيين اجلد بس المفروض كان سويت كتكات عليك هجمه مرتده تسوي مصيده تسلل ناول بسرعه يا سلام عليك يلا اخضر لا لا يلا اصفر ماشي ماشي صح حلو روح روح قولك فهد مربع والله اول شوت اول شوت فهد يا سلام على التفاهم الكبير شوف التكتاكة يا حبيبي شوف فهد ناول انا ناول شوف فهد وينه شوف يا سلام كم عز الله كم لانك كره محترف مكان محترم ايش انا سويت تكتيك مين صلح لك انا صلحت مين صلح لك مين قش قدام مين قشرها لك مين قشرها لك بطه بس فهد يمشي لحاله قدام يلا يلا ناول ناول اللي تحت ناول له اناني اناني انا بغير يا اناني بلعب في الحارس انا لاعب ايش العب في الحارس الدفاع بالدفاع قصدي تحين معاك وذا وتكتاكا والله بسام اناني كذا حيطه حيطه شباب حيطه كلكم حيطه ورا بعض ورا بعض خطه كلنا حيطه اوه امي هذا اخي حيطه شفتها في حياتي اصبر اصبر ما معك احد اصبر ايوه ما عليك روح 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 اطلعوا لي اطلعوا لي برفع برفع والله عليك الهداف حقنا والله هداف صدف هداف صدف انا قاعد قالين صدف مو في المكان الصح في الوقت الصح عبد الله مين اللي قطها لك خليني ادله مين قطها لك حطها في رجلك مين اللي رفعك فكرني يا ابو لا تصلح لي جول انت فاهم مين اللي تكتك لك صح تكتك صح يلا خذها خذها ايش انا افتح كلكم طالعين قدام افتحني يعني اروح مكان فاضي عشان اناول لك يلا هذا جول تسلل ما عليك حارس لا 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 تسلل غش الغش هذا تسلل وين الفار سوسو سوسو لا ما كنت برا شوط اول ممتاز نكد عبد الله هنا الفرق شباب ما عندي محمد يصلح شباب شوط اول ممتاز الحمد لله خلنا نبني على اللي سويناه اوكي ان شاء الله بس ما له داعي تاخذون الدفاع تطلعونهم قدام ما عليك قطعتها قطعتها بس واحد يفتح لي يلا صرت تفهم ها الحين تعرف ايش يفتح لي يا جني شلك اي اي خلع عندي عندي احمر احمر يلا تحت 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 حلو آه صح عليك اخيرا ما عليك لعبتنا هذه ايش خلاص ايش خلاص دقيقه كله احمر هذه احمر اوه اشوى اشوى ما بقى احد من لاعبتنا واخذ اصفر مش بيزعلان طيب مسوي نفسه مو شلون ما يزعل شوف 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 النية الإجرامية شق رجله شوف النية الإجرامية هذه حقت حيان شو اسمه زلقة السيف ترى لا فهد قدام اطلع تحت تحت او اول اللي صارك ايوه بطل يلا اطلع اطلع يلا عبد الله ارفع روح ارفع روح ارفع ارفع عبد الله قول لك فهد لا والله كمل يا لعبه ضغطت دائره بس راحت الكوره مربع يلا يلا بسيطه 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 حجت الكوره اصلا في يلا يلا احمر احمر ركز ركز مربع مو دائره حجت الكوره في كل الحالتين لا ما تفرق ناول 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 يلا 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 افتح 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 اوه ايش قلت لك تمويه هذه تمويه افتح افتح وذا وتحمسنا الكمبيوتر قام يسمع صراحه بيفتحون ها خلينا نتقدم انا شوت الموفق التصويت حول يلا يلا الاصفر خذ قولك والله قطه والله قطه ليش اخذ الاحمر عشان كذا اناني اناني انا جاي بمشي بلحق الكوره بس الاحمر كفو ما عليك صح رجع لك دم ما عليك رجعت الكوره رجعتها يلا احمر ارفع ارفع انا رجعت يا حلوه قولك لا للاخضر كان جالس اصبر اصبر والله الاخضر شكله شو اسمه يعني اعطينا اكثر من حقه ارفع اخضر ناول ناول ها مربع الله سعد روح الله على المرتده ركز 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 ركز
ايش هذه؟ هذا مو انا هنا ابدا. ايه هذا؟ مو قاعد يركض اللاعب. اللاعب ما صار يركض اصلا. اكيد ما يركض استحم. طلعها شباب شباب شباب. هذه رفعه لازم تجيب جول. اوكي؟ ثواني عطني اي عطني هنا عطني. حلو روحوا يلا. رفع. محمد مو رفع ذي. محمد مو رفع ذي. مفتوح الملعب. بعدين يقولوا عني اناني بعد. لا. مو رفع ابدا. والله يعني اداء يعني اكثر من ما توقعنا. الحكم مرتشي. وذا فريق لا لا تصرف بالحكم يا عمي كل ما دردرت وقال لا أوكي خسرنا خسرنا بس قدمنا اداء مشرف في ذهب وياب وذهب في ما في لا خلاص هي واحده ذهب وياب ما تجي بعدها ذهب وياب ما قدمنا لا اداء ولكن مشرف ولا شوارب في كثلاث اشخاص ما عمرهم لعبوا في لعبه كوره في حياتهم صحيح. اوكي سويتوا اداء مشرف الحمد لله كان في هجمات يعني محترمه اوكي كان في تسديد على المرمى فريق اليوم صحيح ثلاث ارباع المباراه متسللين والفريق اللي ضدنا بدون مداهم منفردين متسلل صدف انت متسلل انا الوحيد اللي عارف اضبط الكوره يعني اذا دخل جول صار هو صدفه يحسب لك يحسب لك التصليح اللي اعطيته اياه قشرت لي هذا انا مصلح لك قشرته كيف يعني قشرته مقشر لي بلعبه الكوره وانت والجول خلاص تكتكت لك يعني واحد كان واحد يقشر لك موزة ويقول لك كلها على طول اي اختصر عليك ما ابغى يعني. اخذ موزة من واحد يقشر لي صراحة يعطيكم العافية هذه كانت بس 2020 متوفرة الآن في الأسواق يعطيكم العافية ومع السلامة.